جنبا إلى جنب يدخلان مركز الامتحان بالصيف. إنهما ليس صديقين بل مترشح رفقة والده. الاثنان يشاركان في امتحانات البكالوريا. الأب سند لابنه ليس بالنصائح فقط بل بالمشاركة في الامتحان وفي نفس المركز. أول بكالوريا نتاعي كانت في سنة 1988 بكالوريا رياضيات ثم علوم سنة 2002 ثم بكالوريا آداب وعلوم إنسانية في سنة 2006 ثم البكالوريا آداب وفلسفة في سنة 2016 وهذه المرة راني نعقب في البكالوريا مع وليدي هذا يوسف تقي الدين في دورة 2019 وان شاء الله ان شاء الله يعني الواحد نطلب من ربي ان شاء الله نكونوا في زوج من الناجحين او يكون هو من الناجحين. شرف لي ان اجتاز امتحان شهادة بكالوريا برفقة الوالد، يعني شعور عظيم يعني ونسبة ضئيلة لتصرى الحوايج كما هذو، وخلقنا جو المحبة والمودة، دعمني نفسيا معنويا. الأب يشارك في البكالوريا هذا العام من أجل ابنه الذي كان رفيقه في المراجعة طيلة السنة. سجلت البكالوريا يعني صراحة باش نعاون بني، باش نكون معاه، باش نخلق نوع من واحد لومبيونس هكذا انا وياه، لأن المراجعة مع الابن يعني عندها طعم خاص، وين واحد ينزل من منزلة الأبوة هذيك إلى المنزلة تاع الابن، وأيضا باش نرفعوا هذيك تاع العلاقة بين الابن والأب، تكون مناقشات، أنت غلط أنا غلط، هذه تجي هذه ما تجيش، هذه خلقت لي نوع يعني من الفرح. الأب أستاذ جامعي. كذلك يطمح الابن الذي يريد ان يسير على خطى والده. نتمنى النجاح في شهاده بكالوريا، نفرح والدي طبعا، ونمشي على درب الوالد، نجيب ماجستير دكتوراه، ندخل في التعليم. عندما تكون مترشحا مع ابنك للبكالوريا فذاك يعني انك سندا له ومشجعا ونعم الرفيق.